السلام عليكم. صفتي كفنانة مغربية جيت نحضر في الدورة 7 من المعرض الدولي رحلة فنان. بصراحة فرحانة، شكرا بزاف للناس اللي نظموا، شكرا بزاف للرياض لالة سعيدة لجميع الدورات، ما شاء الله كدوز فينا وانا فخورة. اكيد البدايات ديالي دازت زوينة، وبديت واحد العمل اللي اثر بزاف المغاربة، هو البرنامج الاجتماعي لحبيب امي. هذا البرنامج هو حنا كنوصلوا واحد الميساج لبعض الاولاد والبنات اللي كيكبروهم والديهم وكيتعذبوا عليهم، كيهزهم كيحطوهم في دار العجزه. هذا البرنامج شاركت فيه عده مرات مع الاستاذه جميله بن عيسى بورجي والمخرج ديالنا احمد بوعروه، كنوجه لهم تحيه كبيره، اللي هما اللي عطاوني فرصه كيفاش بديت. والحمد لله شاركت في اعمال مع السي حسن بن جلون، من بينهم العمل السينمائي اختيار اسماء، العمل التلفزي اختيار اسماء، والعمل السينمائي اللي شاركت فيه كان دوري ديوانيه مغربيه، ومع السي عزيز الفضيلي المخرج ديالنا حتى هو شاركت في السلسله لا بريغاد، شاركت في الفيلم افلام قصيره من بينهم نكهه التفاح. يعني القائمه كثيره، والا جيت نهضر غادي خصني ما غاديش نسالي اليوم. المشاركه ديالي في الاعمال المغربيه الحمد لله كانت زوينه، كانت بصمه خفيفه على كل مغربي ومغربيه، وكيشرفني اعمالنا زوينه، ناسنا زوينين، الله يخلي لينا بلادنا وسيدنا الله يحفظه وينجيه من كل شر. ودابا مع منين كانت جات كورونا ما بقاوش مهرجانات، ما بقاوش اعمال كثيره، الحمد لله دابا ملي رفع على ربي علينا هذا الوباء اكيد غادي نتفرغوا. كاينه اعمال جديده، كاينه مع سي حسن بن جلون عمل جديد باذن الله، مع مخرج جديد وبصمه جديده باذن الله غادي نكونوا فيها وتشوفوا الجديد. يعني بصراحه بزاف الناس كياخذوا علينا صوره وحنا غير متنا، الحمد لله مرضيين وجميع المغاربه راهو مرضيين وحنان. نتمنى حاجه واحده، يا ربي تخلي لي ماما وبابا وتانتوما، الله يحفظ لكم مامتكم وباكم وكل شيء، واللي ما عندوش الله يرحمهم. فريمون شي حاجه بلا والدين ما كايناش الحياه، وهذا هو اللي خلاني نشارك في داك البرنامج. يعني كنت كله بكا واحساس وهذا، ولكن الحمد لله هذا ما كيبينش انه حنا ما كنبغيوش والدينا ولا كنفرطوا فيهم ولا هذا، غير هو ميساج تيوصل، الله يخليك ليا ماما، الله يخليك ليا بابا. وانا فخوره جيت نشوف عاوتاني واحد الفن اللي جديد عليا، هو الفن التشكيلي، وحب الفن كيجمعنا. كان ليا شرف، شكرا لكم جميع الصحافه اللي حاضرين، حيت بكم باش صوتنا كيوصل، باش الفنانه كيزيدوا قدام ان شاء الله، وهذا فخر ليا وان شاء الله دوز زوينه. صراحه شفت الطابلوات كاملين، الطابلو كيحير والطابلو كيحير، ولكن ما شاء الله على كل مغربي ومغربيه، وتحيه لهم كبيره، الضيوف الفنانين. الخويا جليل بالعسل كنعاود نشكرك من جديد، لانه كتعطي فرص لبعض الفنانين التشكيليه، وهذا المعرض ماشي بالسهل. يعني الدورات اللي كنت حضرت لهم سابقا كانوا ناس قطر، تونس، الجزائر، كان واحد الحماس، كانت واحد المنافسه، حتى اليوم كاينه نيت المنافسه. اليوم الاختتام كاينين الناس اللي شاركوا بالطابلوات، غتكون احسن انسانه او انسان اللي غادي ياخذوا لقب الدوره 7 من رحله فنان. كاينين الناس اللي غيديروا لهم تكريم، كاينين ضيوف الشرف، كاينين فنانين حاضرين معنا من الجاليه، ناس هولندا، فنان نزيه باشا، كاين الاخت ديالي رجاء المدن حاضره، كاينين بزاف. يعني الحمد لله تشرفنا بناس، تشرفنا بوجوه جديده، بعالم جديد، شفنا بعض المواقع اللي كان يحسننا شرف نشوفوهم ونتواصلوا معاهم. وانا فخوره بالاخوان كاملين، وهذا الملتقى كنتمنى يكون رحله فنان، تكون ماشي غير في مراكش، تكون في كازا، في جديده، في الحمد لله من طنجه للقويره، لانه بلادنا زينه وخاصنا نبدعوا فيها. والله ما شاء الله كتشوف معايا اخويا الطابلوات كيعطيوك صوره، وكل واحد ما كتسولي على شي طابلو كيعطيك اشنو باغي يوصل،
افكار زوينه، وكنتمنى نكون خفيفه على الناس مراكش. كنشكروا موقع امزمز الان، كنشكروا الصحافه اللي دازوا معنا، كنشكركم بزاف بزاف. وانا فرحانه بهذه المنطقه ديال لاله كركوست، حيت الحقيقه زوينه. كنتمنى كاع الناس اللي تبغي تجي وتشوف هذه المنطقه بلا محرض تنزل في رياض سعيده، احسن رياض بالناس ديالو، الطيبه ديالهم، بالسيرفيس ديالهم. وانا فخوره معكم نجده المدن.